A senior Palestinian official has said building a China-Arab community of shared future will help Arab countries gradually get rid of the colonial hegemony of Western countries in the Middle East. خاصة مع شرقنا الأوسط وخاصة مع المنطقة العربية بوابتها الغربية وجارتها أن تكون في المستقبل المشترك الصيني العربي وبالتالي سعت دائرة العلاقات الخارجية باللجنة المركزية بالوزير سونغ تاو على إعداد العديد من الندوات والمناظرات والمنتديات عبر الزوم وأيضا باللقاءات يعني المباشرة من أجل أن يكون هذا المستقبل هو مستقبل خالي من الاحتلالات والاحتكارات وأيضا نضمن حياة سعيدة رغيدة للصين وأيضا منطقة الشرق الأوسط التي تقع In 2022, China and Arab countries will hold the first China-Arab summit to jointly build a China-Arab community with a shared future for the new era.